السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع دوت تدي له صورة 2D وتدي له تكست تقول له انت عايز الصورة دي عاملة ازاي، وبعد كده يحولها لك 3D بالشكل دوت. تمام، كل واحد فيهم تقدر ان انت تشوفها في 3D وتتحكم فيه عايز تشوفها من الناحية، فممكن تحركها بالشكل دوت زي ما انت عايز. طيب يلا نجرب، يلا نجرب. هاجي هنا واقول له لوج ان، واقول له ان انا عايز ابدا مشروع جديد اهوت، واشوف الاسم اللي انا عايزه وكاتيجوري. ممكن تقول له انا عايز اديك صوره وتكست، او اديك تكست و3D زي ما انت عايز. طيب انا هقول له بالشكل دوت، فبيقول لي الموديل هيبقى ايه، فاقول له فيش الكاتيجوري بتاعتها. تقريبا مش كل حاجة موجودة، بس خلينا نجرب مثلا نقول له فيش مش موجودة. طيب ممكن نقول له تكست تو 3D، واقول له ان انا عايز مثلا فيش. تمام، ممكن تضيف نيو اسيت اي حاجة انت عايزها، anything، او احنا عايزين نضيف حاجة كمان. طيب هقول له generate. فيعمل حاجة 3D بالشكل دوت. طبعا تقدر تحمل الموديل دوت وتستعين بيه، مثلا لو انت بتصمم لعبة، بتصمم موديل، بتصمم اي حاجة، تقدر تقول له داونلود 3D فيحمل لك الموديل. هيحمله لنا ملف مضغوط، ما فيش مشكلة. هنفتحه برضو ونعرف المثال بتاعه ايه. هو امتداد GLB، فتقدر تحمله في اغلب البرامج.